السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة يعني دامت 14 ساعة يا جماعة من غواتيمالا لإسطنبول، الحمد لله رب العالمين وصلت لمطار إسطنبول. طبعا مطار يعني غني عن التعريف، مطار أتاتورك أو مصطفى أتاتورك، يا رب غير اسمه هو. طبعا مطار كبير جدا، مطار منظم ومطار مهم جدا لكل العالم، كل الأفارقة، أفريقيا وأوروبا وآسيا وحتى أمريكا اللاتينية، محور مهم جدا. طبعا انا مش عايز نصور الناس عشان ما يظهرش صور يعني مش كويسه، يعني طبعا ده مش تبعنا. ده طبعا المطار ده فيه جميع خدمات اللي انت عاوزها، يعني دوله داخل دوله، كانك مش محتاج تخش تركيا والله. على فكره المطار دوت يعني في ناس تتمنى ان هو يا رب نتاخر الاربع ايام ثلاث ايام، نتاخر ساعتين، نتاخر اربع ساعات، يا رب الطياره ما تجيش خلاص. كتير تقول كده طبعا، احنا بلدنا هنحب بلدنا اكتر من اي حاجه، يعني احنا عاوزين ننزل على طول ولا الطياره تاخر ولا بتاع. لكن في ناس تقول لك يا رب تاخر الطياره حتى عشان نستمتع بالخدمات الموجوده في المطار ده. هو طبعا يعني في طبعا احنا منتظرين طبعا الطياره في القاهره ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين مطار جميل، مطار جميل صراحه، وفي نظام وهادي جدا ومنطقه العالم، يعني في ناس هنا بتيجي مخصوص عشان تعمل دعوه، تقعد في المطار هنا بتعمل دعوة لأن بتقابل كل جنسيات العالم. شايفين خدمات عالية جدا، مطاعم عربية ومطاعم أوروبية وآسيوية وصينية زي ما انت عاوز. يعني على فكرة الأتراك بيحترموا المصريين، الأتراك بيحترموا المصريين طبعا والله، يعني سبحان الله المصري واخد اسم كبير جدا بين الدول. أسأل الله عز وجل أن يعني أن ينعم على مصر بالرخاء، آمين يا رب العالمين، ولا يشمت فيها أحد. وطبعا حبيت نقول حاجة مهمة جدا يا جماعة، هي تركيا مش الخلافة الإسلامية، تركيا لا تمثل الخلافة الإسلامية، هي دولة عادية جدا زي بلادنا العربية والإسلامية، لها ما لها وعليها ما عليها. لكن احنا نحطها في السماء ونقول دولة إسلامية، لا دولة إسلامية، دولة إسلامية في العموم، لكن هي مش لا تمثل اللي هي القائد أو الدولة القائدة للإسلام. يعني اختلافنا السياسي معها مش يعني مش ينقص من ان احنا نقول كلمة كويسة عن المطار او الحاجات الموجودة فيها، لكن احنا يعني المنصف اللي هو لا يضعها في السماء ولا يضعها في اسفل الارض، يعني منصف، خليك منصف، يعني قول الله اللي عليها زي اي بلد. لكن تقول على الخلافة الاسلامية والمش عارف ايه والكلام، لا ده لا بعيد خالص عن الخلافة الاسلامية. اسأل الله ان ينعم علينا بالخلافة الاسلامية، امين يا رب العالمين، وأن يوحد بين جميع العرب وبين المسلمين في كل مكان.